الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. سدت الطرق إلا إليك، وخيبت الآمال إلا فيك. لا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. إليك مددنا أكف الضراعة، متوسلين بصاحب الشفاعة، متوسلين بصاحب الشفاعة، ألا تردنا خائبين خاسرين عن باب جودك يا كريم. اللهم وتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اجعله شاهدا لنا، ولا تجعله شاهدا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم من علينا برؤية ليلة القدر، اللهم من علينا برؤية ليلة القدر، اللهم من علينا برؤية ليلة القدر، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نية القبول إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.